أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يوم عرفة يوم من أيام الله، بعض الناس يا شيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم. أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ ومثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة، فعليهم أن يستغلوا. حتى الذي يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان. نعم.